أحمد، أول سؤال، أنت عم تكبر كلاعب ناشئ، مين كان النجم المفضل لك عالميا؟ وأنا صغير كنت وايد أحب أشوف رونالدو البرازيلي، كنت أتابعه وايد وكنت معجب فيه يعني بشكل كبير، و يعني من بعدها يعني من بعد ما كبرت، بعد سني ما كبرت الحمد لله، حبيت أتابع دي جي دروجبا، حسيت يعني إنه يعني ستايلي يمكن قريب من إن أكون نفس دي جي دراجو، وانعجبت فيه وايد. حاليا معك 40 هدف دولي لمنتخب الإمارات، الرقم القياسي اللي عدنان الطلياني هو 52، هل بتطمح تكسر الرقم القياسي لتكون هداف الإمارات التاريخي؟ أكيد كل لاعب يحب يطمح بشيء كبير، أتوقع إن أنا وصلت للأربعين، أكيد طموحي اليوم راح يكون أكثر عن الأربعين، و أنا طليان أحقق رقم كبير، وكل لاعب يتمنى أن أحقق الرقم اللي حققه عدنان طلياني، بس أتوقع أن أنا يمكن طموحي أكثر، وأنا حاب أني أعدي الرقم اللي حط منه عدنان طلياني، وإن شاء الله أزيد إن شاء الله. تعرف انه عندك عدد اهداف دولية اكثر من كرويف ومارادونا انت شخصيا؟ أكيد ممكن في المرحلة الأخيرة أنا يعني حسيت بنفس إن أنا اجتهدت، وأكيد هذا الشيء ما جاء من أحمد نفسه، زملائي هم اللي ساعدوني إني أوصل للمرحلة اللي أنا فيها، بغض النظر عن الأرقام، لكن في النهاية أتوقع إن الرقم هذا يعني راح يفيدني أنا كمستوى، راح يفيدني حق المراحل الجاية، وأتوقع إن يعني بلا شك يمكن الأرقام هي تتكلم بعدين، بعد ما تخلص الكورة هي اللي تتكلم، أنت الأرقام تتكلم عنك، لكن في هذا الوقت يعني يجب عليك إنك تجتهد أكثر عشان توصل لأبعد مراحل. مين بتظن حاليا هو المرشح الأبرز لأفضل لاعب بآسيا؟ أكيد بلا شك عمر عبد الرحمن، وأنا يمكن تكلمت في آخر مرة يوم حصلت على جائزة أفضل لاعب في آسيا، تكلمت قلت مدام إن أنا وعمر وصلنا لأفضل لاعب في آسيا وهو كان موجود معاي، قلت يستحق، يا يعني أنا أكون موجود أو عمر يكون موجود. عقب ما حصلتها قلت عمر لازم يحصلها بعد، قلت عمر راح يرجع للمكان هذا ويحصلها إن شاء الله، وإن شاء الله بيحصلها إن شاء الله. اليوم كنا مع نايكي فوتبول بتدريب للناشئين مواهب صغيرة بالإمارات، أو شو عندك نصيحة واحدة لهم من ناحية التدريب والمواظبة؟ أنا اليوم كأحمد أنا أعتبر نفسي أنا واحد من عائلة نايكي، أنا قاعد أمثل كرة الإمارات، أمثل النادي الأهلي، أتوقع أن هذا الشيء يعني الكثير، قبل كل شيء أحب مثل ما أنا وصلت أنصح اللاعبين اللي راح يجون بعدين أن هذا الشيء راح يعطيهم حافز، سواء في المباريات سواء في البطولات، يعني راح يعطيهم حافز انهم اليوم يوقعون مع شركة نفس شركة نايك، شركة دولية، شركة عالمية، اتوقع ان هذا الشيء راح يحفزهم لابعد مراحل. سؤال لك انت شخصيا، انت بتجي من عائلة كروية، عائلة لاعبين كرة قدم، هل هذا بشكل ضغط اكبر عليك ولا بشكل محفز لك لتنجح كلاعب كرة قدم؟ هذا الشيء يمكن انا من صغري يعني حبيت هذا الشيء، وأكيد يمكن هناك كانوا في إخواني أكبر عني، فؤاد وفيصل وفتحي ومحمد، هم كانوا يلعبون قبلي، فأشكر الله يقول الحمد لله يمكن اليوم أنا وصلت يعني في لأبعد مراحل، أتوقع أن هذا الشيء يعني من بعدهم يعني هذا الشيء أنا شفتهم هم قدامي، تعلمت منهم الكثير، وهذا الشيء أعطاني حافز يعني أن أنا أوصل لهالمرحلة.
وان شاء الله الجايات راح يعني تكون افضل من الرايحات. بأي عمر صرت ملتزم بنظام تدريبي معين؟ انا من تقريبا 11 سنة، وانا بديت يعني كان عندي مدرب خاص كان اسمه دراغان، هو كان يدربني، هو كان مهتم في تدريباتي. اتوقع ان من هذاك الوقت يعني بديت اني يعني من هذه المرحلة بديت يعني اكون يعني شفت عمري ان يعني تطورت، شفت عمري ان استمريت في المراحل الابعد. اتوقع ان هذا الشيء فادني في المراحل اللي بعدها. وهلا حاليا النظام التدريبي طبعا تغير عن هذا، كيف بيفرق من انت وناشئ لمحترف؟ اكيد هذا الشيء يعني اكيد من بعد ما لعبت في منتخب الشباب ومنتخب الاولمبي اكيد تغير، ما قدرت ان اكون على نفس الوضع اللي كنت فيه قبل، لانك كنت العب في منتخبين، فاتوقع ان زاد الحمل، عشان كذا انا ما قدرت اكمل مع المدرب. فبس كان اذا في كان في عندي وقت فراغ كنت اتمرن مع المدرب، لان انا اعرف ان هذا الشيء راح يفيدني في المستقبل. حاليا اللاعبين الناشئين بتنصحهم اكثر يركزوا بتدريبهم على تحسين اللياقه البدنيه والفورمه بتاعتهم، ولا بتنصحهم اكثر ان يركزوا على تطوير مهاراتهم الفرديه في الكره؟ انا انصحهم ان يستمرون على اللياقه البدنيه، لان اللياقه البدنيه هي اللي راح تعطيك تخليك تشتغل على اللي هي الاشياء الخاصه فيك، مثلا نفس المهارات. ترى في النهاية كل واحد له موهبة يعني في النهاية، بس كيف يستغلها هذا يعني شكل شخصي، بس في النهاية الشيء البدني إذا أنت تستغله بأحسن وضع راح يعطيك أبعد مراحل، ويخليك أنت تسوي الشيء اللي أنت تحبه. تكلمت عن كون الناشئين صاروا من فريق نايكي، أنت هلا صرت رسميا نجم من نجوم نايكي، شو بتحس انه صرت من جزء من كوكب من النجوم لجانب امثال كريستيانو رونالدو ونيمار وروني؟ انا يمكن من صغري كنت حابب اني اكون يعني مع من اكبر النجوم في العالم، وكان كل طموحي يكون طموح كبير. الحمد لله يعني اليوم وصلت يعني مع شركه نايك، وشفت نفسي يعني حالي يعني من حال يعني كريستيانو او لاعب اي لاعب ثاني. اتوقع ان هذا الشيء شرف لي او شرف لاي لاعب في دولة الامارات اليوم، انه يكون مثلا انه يكون في شركة نايك. واتوقع ان اليوم انا يعني هذا لي حافز كبير في المراحل الجايه.